لله وصلت بالسلامة مطار القاهرة ويوم يسر. الإجراءات هنا كويسة خالص الحمد لله. خلصنا تحليل ومنتظرين نشوف نتيجة التحليل وبعدين هنشوف الحجر إن شاء الله نروح حجر ولا نعمل إن شاء الله. لا والله مبسوطه يعني بقول الحمد لله ده حاجه يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى في شهر الكريم ده والناس كلها فرحانه عشان تروح لبلادها وعيالها في رمضان شهر مفترض والحمد لله ان هي جت على كده. رحله سعيده الحمد لله. الحمد لله في اجراءات تسهيليه الامور كانت تمام الحمد لله كل شيء متيسر. بقول للمصريين يا ريت يهدوا شويه وطولوا بالهم شويه بالنسبه للناس اللي كمان اللي كانت مخالفه هناك وقاعده هناك ديت يا ريت تكون عندهم صبر شويه. الدوله هتعمل لهم كل حاجه مش هتاثر معاهم في اي حاجه بس احنا اللي دايما مستعجلين يعني احنا قاعدين هناك بقالنا سنين مخالفين جايين النهارده نتعارك على يوم ويومين ثلاثه علشان خاطر مثلا نروح ومستعجلين على المروح رغم ان الشعب الكويتي ما شاء الله ما خلناش محتاجين حاجه. دي شهاده نشهد عليها الوطن الوطن اللي انا في مصر اهوت وبشهد ان الناس ما اثرتش معانا في اي حاجه حق لله لغايه ما ركبنا الطياره وهم ما اثروش معانا في اي شيء. والله الرحله جميله جدا 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 فوق ما تتخيل والاستقبال جميل جدا واخد بال حضرتك واللهم صل على سيدنا محمد مفيش تاثير مفيش تاثير يعني لا من هنا ولا من هنا. رحلة كويسة ومرتاحة وتمام التمام والحمد لله اللي احنا شفنا وطننا وشفنا بلدنا. تحيا مصر. تحيا مصر بجد بجد تحيا مصر.